المهارة الثانية بنك المشاعر. بنك بنك المشاعر. البنك قائم عليه. أي بنك سن من بنك المشاعر قائم عليه؟ إيداع 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 وسحب. طيب لو أنا إيداعي أكثر طب ولو أنا سحبي أكثر عملية عكسية. في نفس القصة بنك المشاعر، كل واحد مننا ليه رصيد في بنك مشاعر الأشخاص اللي بيتعامل معاهم. في واحد بيبقى موجودين خمسة ستة وواحد داخل. وبص لاقي اثنين قاموا سلموا عليه وخدوه بالحب. واثنين أو واحد قام سلم عليه عادي. وواحد ما يعرفوش. واحد يقول لك يا باي إيه اللي جابه ده هنا؟ هم نفس الشخص ودول خمس اشخاص. طيب هل الشخص ده وحش؟ ما كانش في اثنين قاموا سلم عليه خطوه الحب. طب هل الشخص ده كويس؟ ما كانش في واحد قال لك يا باي ايه اللي جابه؟ لكن الفارق هنا ايه؟ رصيده في بنك مشاعر كل واحد من دول مختلف. هو رصيده في بنك مشاعر الاثنين اللي قاموا سلم عليه خطوه الحب مرتفع جدا. لكن رصيده في بنك مشاعر الشخص اللي قال ايه اللي جابه ده صفر. ما عندوش رصيد خالص. تمام؟ يبقى المشكلة مش في المتلقي، المشكلة فيا أنا. طب أنا علشان أعمل بنك المشاعر بتاعي وأزوده، لازم أول حاجة أعرف طبيعة العلاقة وأهميتها علشان أقدر أتعامل على هذا الأساس. أنا عندي العلاقات مكونة أو تنقسم لثلاث أقسام رئيسية. أول قسم اللي هي العلاقة الأبدية الدائمة. ودي شديدة الأهمية والحساسية والتأثر. ودي بتشمل الام والاب والاقارب والاولاد والازواج والزوجات الى اخره. دي علاقه ابديه شديده الحساسيه وشديده التاثر. يبقى انا لازم نمره واحد اكون حريص على هذه العلاقه. طبعا كلنا في هذه العلاقه مقصرون زي ما بيقولوا. واحد يقول لك والله اصل انا خالي ما رحتلوش ما مش عارف لغايه ايه ليا كام مش عارف ايه ليا عمي فين ما اتصلتش فيها ليا سنه. العلاقه دي لا شديده الحساسيه وشديده التاثر ويجب الاهتمام بها. يليها في الأهمية اللي هي العلاقة المكتسبة أو المتصلة، ودي متوسطة الأهمية والحساسية، ودي بتشمل الأصدقاء والجيران وزملاء الدراسة اللي هم الناس اللي هم بيجوا في المكتب الثاني عندنا. لكن للأسف إحنا عندنا في مصر وأعتقد في الوطن العربي كله مش عارف لو بتفهم معايا ولا لأ، إن إحنا بنعلي درجة علاقة الأصدقاء عن درجة علاقة الأقارب. بدليل إن إحنا ممكن الوحدة في البيت بعد ما ترجع من الشغل تمسك التليفون تقعد ساعة تكلم زميلتها في التليفون اللي هي لسه سايباها في المدرسة. تمام؟ والأولاد والزوج قاعدين عايزين يتغدوا. طيب خلص خمس أجازة اللي هي هنا في تعليق. أو بالنسبة للراجل يوم أجازة مفيش فيه شغل أعمل إيه؟ أنزل أروح أقعد مع أصحابي في القهوة ولا في كافيه ولا في نادي. يبقى أنا وحتى وقت الفراغ اللي أوجدته غلبت فيه علاقة الأصدقاء على العلاقة اللي هي الأبدية اللي هي الأهم. فبالتالي الاهتمام بدرجة حساسية العلاقة هي اللي بتخليني أنمي رصيد بنك المشاعر. في بعد كده عندي علاقة لحظية اللي هي ضعيفة التأثير. واحد ركب جنبي وسيلة مواصلات، بياع اشتريت منه طلب، مش حاجة أروح للبياع أنا أقول اديني رقم تليفونك عشان أقول لك كل سنة طيب. أو واحد ركب في الطريق، لكن بمجرد ما هو ينزل أنا مش بفتكر اسمه، لأن دي علاقة لحظية. طيب اهم المعاملات التي تؤثر في الايداع والسحب من بنك المشاعر، اول حاجه الشكر. شيء مهم جدا، اي حد يقوم باي حاجه اقول له شكرا، حتى لو طفل صغير، حتى لو عادل عندي في المدرسه، حتى لو حد هو واجب عليه ان هو يعمل هذا الشيء. الشكر دي بتزود الرصيد في بنك المشاعر. جرب كده حضرتك او حضرتك الاولاد الصغيرين اللي عندنا في البيت نقول له هات لي كوبايه ميه. خلاص سيبها وروح. لو انت بعد ساعة عايز كوباية مية هيجيب لك برضه كوباية مية. خلاص سيبها وروح. هات كوباية مية. طب انا عايز اشرب. طب هات كوباية. هيكبر دماغك. تمام؟ لكن شكرا. طيب تسلم ايدك. بص تجيب بعد كده هو تشرب. عايز تشرب. تمام؟ ليه؟ لان الشكر بيعلي الرصيد في بنك المشاعر. هو بالنسبه له كلمه شكرا دي كلمه كبيره جدا. نمرة اثنين الاعتذار من القلب. دي برضه مشكلة خطيرة جدا في تواصلنا مع الغير.
احنا بنوصل لبعض ساعات في نقاط خلاف، نقاط الخلاف دي بنبص نلاقي ان احنا قدامنا حل من اثنين، يا اما نعتذر وانا اعتذر، انا اعتذر للشخص ده، وبالتالي انا رصيد الفرق مشاعره ايه اللي حصل له؟ خلاص دي كل الرصيد صحيح. ايه هو مستقبل يعتذر، انما لو انا اعتذرت لا ده هو انسان كويس ده شيء اعتذر لي يبقى انا خلاص ومن دخل ضهري جاب الحج عليا، ودي كلها الامثله اللي احنا ايه بنستخدمها في الوفاء للغاية. اللي بنسميها احنا عندنا هنا في الصعيد رد الغيبة. طبعا احنا بنفرح لما نبقى قاعدين كده اهو ويخش واحد يقول لك ايه والله ده الاستاذ اشرف والاستاذ ابراهيم دول فيهم كذا وكذا 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 وكذا. رد الغيبة. في اشخاص مش موجودة معانا وحد بيتكلم معاها بطريقة مش كويسة، انا ارد غيبة الصبح ده، او لو سمحت يا جماعة طالما هذا الشخص مش موجود ما ينصحش نتكلم عليه بالطريقة دي. اكيد حد من اللي قاعدين هيروح يقول له ده والله انت ما كنتش موجود وفي حد اتكلم عنك بطريقه مش كويسه، لكن علاء ما سكتش رد. في الحاله دي هو هيعمل ايه؟ رصيدي عنده ايه؟ هيزيد. بالظبط. دوام الاتصال. ودي بالذات في النوع الاول من العلاقات اللي هي العلاقات الابديه. انا مش هقدر يعني مش هاجي في يوم من الايام اقول الشخص ده مش خالي ولا الشخص ده مش عمي ولا دي مش والدتي ولا ده مش والدي. يبقى لازم يكون في اتصال دائم في المرحله الاولى لان ده بيتعلم معايا رصيد البنك المشاعر. احترام الخصوصيه ودي مشكله خطيره برضه بتواجهنا في تعاملاتنا مع الغير. بيبقى اثنين زملائنا في العمل واقفين بيتكلموا مع بعض ولا حاجه نعمل حاجه. بيتفقوا عليا اكيد بيتفقوا عليا. لا ايه انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ ده ما فيش احترام خصوصيه، هم جايز منهم موضوع مشترك مش عايزين حد يعرفه. هم لو عايزين حد يعرفه كانوا طرحوه على الكل وخدوا راي الكل، انما هو الموضوع بينهم هما الاثنين. يبقى احترام الخصوصيه من الاشياء اللي هي بتعلي قدر الانسان او بتعلي رصيد الانسان في مجال المشاعر. ما انا ما بصي انا هقول لحضرتك حاجه، ما هي في مجال العمل ممكن يكون في خصوصيه في مجال العمل. يعني احنا الاثنين بندرس ماده واحده. بنتكلم بنناقش نقطه معينه. او احنا الاثنين شغالين في قسم واحد فبالتالي بنتكلم على عمل معين بيننا احنا الاثنين. مش شرط احترام الخصوصيه يبقى في مسائل شخصيه، ممكن في مجال العمل. يعني احنا دلوقتي قاعدين اثنين في 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 قسم الجوده في الاداره بيتكلموا في موضوع عن مدرسه معينه فيما يخص العمل. يجي واحد من قسم ثاني يروح عامل كده اهو، طب هو سمعهم راح متصل بمدير المدرسه انا سمعت مدير الجوده بيتكلم كذا، ده مش خصوصيه. حتى في خصوصيه في العمل، في خصوصيه في العمل مش شرط تكون شيء خاص. المجاملات بالمناسبة شيء مهم جدا ومن اسباب نجاح اي علاقه بين اثنين من الاهتمام بالمناسبات. احنا طبعا عندنا ما بنهتمش بالموضوع ده. كل سنه وانت طيب في رمضان تمام في الاعياد سواء اذا كان مسلم او مسيحي. النقطه دي بتركز عليها في التواصل الفعال شركات الاعياد. الكورس ده اديته في شركه فارما ايجنت في الجنة لمندوبين الدعايه. هناك عنديهم الدكاتره اللي بيتعاملوا معاهم عارفين تواريخ ميلادهم وتواريخ ميلاد زوجاتهم وتواريخ ميلاد اولادهم، فبالتالي يجي النهارده كذا كذا ولازم يبقى فاكر ده النهارده عيد ميلاد الدكتور فلان الفلاني، يروح جايب هديه على حساب الشركه ويوديها له. طبعا انا كطبيب خرجت بره علاقه العمل، دخلت في علاقه شخصيه تجيب لي هديه في عيد ميلاده، فبالتالي رصيده في بنك مشاعري بيعمل ايه؟ اوتوماتيك بكتب الدواء بتاعه مش بالهديه، بالزيادة في رصيد بنك المشاعر. هدية شوف انت كده حضرتك شفت التفسير جه ازاي؟ لا مش بالهدية. مش بالهدية. ما الشركات التانية بتدي هدايا بس بتدي هدايا ايه؟ نازل جلامة ونوت بوكس تمام؟ ادي. لكن ده لا انا جايب لك هدية بمناسبة عيد ميلادك. والله ده الدكتور فلان الفلاني ابنه نجح. هو مش بيروح للعيادة. هو بيتصل عليه بيروح للبيت او بيقابله في المستشفى خلاص مش معاد شغل بره مواعيد الشغل وبيديله هذه الهديه. انا بالنسبه لي شخص افتكرني او زي ما احنا بنسميها كده بنقول شخص قدرني فرصيده في بنك مشاعري بيعمل ايه؟ بيزيد.